أستاذ فضيلة الشيخ زكريا السوهاجي، حضرتك معايا؟ فضيلة الشيخ حضرتك معانا؟ مع حضرتك إن شاء الله. ازاي حضرتك؟ حضرتك عارف الموضوع صح؟ النهاردة احنا بنتكلم عن ملف تمت مناقشته خلال الحوار الوطني، في أستاذة كريمة أبو النور هي اللي طرحت الملف ده، الطلاق الشفوي. أستاذ زكريا، ممكن نعرف بالدين؟ أنا عايزة أعرف، أنا لو جوزي رمى عليا يمين الطلاق، أنا عند ربنا أنا كده حلال ولا حرام؟ تمام حضرتك، عايزة أعرف الشروط. يعني في ستات كتير قوي تيجي تقول لك أنا جوزي رمى عليا يمين طلاق ولكن هو ما طلقنيش في المحكمة. عايزة أعرف من حضرتك، هل في شروط؟ حضرتك سامعني؟ تمام حضرتك. الأول أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مشاهدينكم الكرام المحترمين. وعليكم السلام ورحمة الله. برنامجكم دايما وبيتدخل في مشاكل حساسة ومشاكل مطلوب يعني التدخل فيها والحوار فيها، وحاجة جيدة جدا، ربنا يوفقكم إن شاء الله. ربنا الأول كده احنا عايزين نقول، هل الطلاق الشافي يقع أم لا يقع؟ أيوة، الطلاق الشافي قولا واحدا يقع، لأن احنا لو رجعنا زمان قبل القوانين وقبل الأوراق كانت الزواج والطلاق بدون أوراق، لكن كان في ضمير. مع غياب الضمير، مع غياب الصدق، مع غياب الأمانة، بقت في أوراق للزواج وأوراق للطلاق. طيب حضرتك بتقول ده زمان، ولكن دلوقتي في ستات كتير قوي بتعاني من ده، ان جوزها بيقول لها انت طالق، وبعد كده هي ولا بتحصل على حقوق ولا، ان لم يكن لديه ضمير وان لم يكن هناك شهود فلها الخلع. الخلع يعني هي لو هو قال لها انت طالق، هي هتروح للقاضي وتقول له انا رمى عليا يمين طلاق وعايزه اخلعه؟ ما هو بيعمل كده عشان هي تعمل خلع فتتنازل بالتالي عن جميع حقوقها. الحل البديل يا فندم ان احنا نقول لها تعتبر انت مش مطلقه منه، رغم ان هو قال لك انت يا طالق. يعني واحده بتقول لي جوزي قال لي انت طالق 3 مرات، وثبت من خلال كلامها وكلامه ان هي فعلا طالق. طب طلع على ورق يا ابني، لا ما نطلقش. طيب ليه استاذي، ليه في احيانا يقول لك انت ما كانش في شهود يبقى انت ما اتطلقتيش؟ لا، ما فيش حاجه اسمها شهود الطلاق يا فندم، يعني منطق العقل لحد. هي بس لمجرد ان هو قال لها كده هي طالق خلاص، هي اتحرمت عليه، وان هو عاشرها فالذنب كله عليه. طيب ليه في شيوخ بتقول لا، وفي شيوخ رفضت الكلام ده، بتقول هو لازم عشان الطلاق يبقى طلاق لازم يبقى في المحكمه ويبقى في شهود يبقى في عقد. طب انا هسال حضرتك، اتفضل. انت متاكده ان في شخص ما قال لزوجته انت طالق 3 مرات ووقع الطلاق؟ تمام. هو ما رضيش يروح يطلقها في المحكمه. ايوه، نقول لا، دي مراته لسه وعلى ذمته وحلاله. هي بتحصل يعني، ده حصل يعني. ينفع نديله فتوى ان دي حلال؟ لا، انا عايزه اعرف راي حضرتك ده. انا ما قلتش ان ده حلال طبعا، انا هنا عايزه اخد راي حضرتك عشان ده بيحصل في رجاله بتطلق عشان هي طلاقا نهائيا وثالث مره. لا ترد الا ان تنكح زوجا غيره. وبعدين الطلاق الشفوي يقع سواء كان في شهود او ما فيش شهود، بيقع الطلاق الشفوي. أوكي. هو امسك بيها وعلقها وعرفت تثبت ان هو طلقها، يبقى هي تخلع نفسها منه. ما هو هي دي حيله للاسف بقت الرجاله بتعملها. عشان كده احنا دلوقتي بنناقش الموضوع ده، والدوله بتناقش الموضوع ده عشان نوصل لقرار. احنا ما ينفعش ان انت تيجي تقول لها كده ولا عايز تطلقها ولا عايز تسيبها على ذمتك، وفي الاخر هي تروح تعمل خلع عشان تتنازل عن كل حاجه. يعني بتعمل خلع ممكن، وترفع قضيه طلاق للضرر ممكن. طيب ممكن بعد اذنك عايزه اتناقش معاك في حوار بيت الطاعه، زي ما كنا بنتكلم انه برضو زمان كان في حاجه اسمها بيت الطاعه. دلوقتي حضرتك مع الغاء بيت الطاعه ولا لا؟ هو بيت الطاعه حاجه عرفيه، يعني هو مش شرع، مش موجود في الشرع وفي الدين. بقول لحضرتك مش موجود في الشرع، هو حاجه عرفيه والقانون غلفها وعملها فن. القانون ايه؟ القانون هو اللي هم بعد كده حولوها الى قانون، لكن هي حاجه عرفيه، هي محاوله من الناس، من العرف ومن القانون، محاوله عشان حتى يعني يرجعوا الزوجه تاني والامور تهدى تاني. هي محاوله عشان يضغط عليها. هي محاوله.
محاولة للم الشمل، محاولة مش للضغط، هي محاولة للم الشمل. آه هي فيها نوع من الضغط، لكن هي برضك الغرض فيها صالح، لم الشمل. طيب لكن شكرا. هي لا قانون ولا شيء. هنقول إيه، هي تجوز أم لم تجوز؟ هنقول إحنا في العرف بنقول العرف ما تعارف عليه الناس وكان فيه صلاح للناس فنحن نعترف به. ولكن للأسف في رجالة كتير قوي بتستخدم ده عشان تذل الست اللي معاها. إحنا على الأرض الواقع يا فندم مفيش حد بينفذ. شكرا جدا لذوق حضرتك فضيلة الشيخ زكريا السوهاجي، شكرا جدا للمداخلة دي.